مفهوم. في تلفاز آخر قد تجد الـ 120 فعلا تأتي إلى دارة الضغط العالي، لكن الـ 27 فولت تخرج من الضغط العالي وتعود إلى الأي سي. يعني الـ 27 فولت تتوجه من الضغط العالي إلى الأي سي. جيد، تابع معي فقط، يعني نتحدث بهذه الطريقة حتى لا أشتت تركيزك. إذا لدينا شاشة، قمنا بتوصيل المجس أولا، مجس الضغط العالي، يتبقى لنا الإي سي. هنا في هذه النقطة ستجد مشبك به أربع مسامير على هذه الشكلة. كل هذه الأشياء التي أتحدث عنها تظهر لكم الصور، صورها جانبا في الشاشة. لدينا في هذا المشبك أربع مسامير. جيد جدا، نحن سنتحدث عن باور سبلاي تخرج 120 فولت و 27 وال 12 وال 5. ال 12 ستتوجه مثلا إلى اي سي الصوت مباشرة، وال 27 فولت ستتوجه إلى اي سي الفيرتيكال، وال 120 إلى دارة الضغط العالي. جيد جدا، إذا انتهينا من الباور سبلاي، لن نتحدث عن الباور سبلاي فقط، وصلتنا فولتية مناسبة لنا حتى نكمل الشرح. إذا انتهى الحديث مع الباور سبلاي. بالنسبة لدارة الضغط العالي، لدينا 25000 فولت تقريبا متوجهة إلى مجس الشاشة. هذه يعني أولى المهام الخاصة بها وأهم المهام الخاصة بها. بعدها سنجد سلك آخر يحمل حوالي 120 فولت تقريبا، متوجه إلى أحد المجسات هنا، وسنجد مجسين هنا يعني قادمين من اي سي الفيرتيكال بهذه الطريقة. جيد، هذه الأربع مجسات هي متوجهة إلى هذا الملف هنا. فقط ركز معي وستفهم هذه الأشياء، أشرحها بأبسط طريقة ممكنة. إن شرحت لك بالبوردة لن تفهم حرفا أو شيئا، فقط تابع معي. الباور سبلاي لديها عدة مخارج، وكل باور سبلاي تختلف عن الأخرى، منها باور سبلاي ترانزستور، منها باور سبلاي درايفر والاس تي ار وما إلى ذلك. هنا لن نتحدث عن تفاصيل، لدينا مخارج فولتية سنعمل بها. إذا لدينا الإي سي الفيرتيكال، هذا الإي سي أيضا يتغذى على فولتيات مختلفة وأشكاله مختلفة. هذه يعني دارة الضغط العالي تقريبا متشابهة إلى حد ما. أبرز الاختلافات هي دارة الضغط العالي التي تغذي الإي سي، ودارة الضغط العالي لا تغذي إي سي تقريبا بالنسبة لي. سنكمل الشرح. هنا 27 فولت تدخل إلى الإي سي، هذه القياسات كلها سنمر إليها في الدرس أو في الشرح التطبيقي، سنمر إلى القياسات، لكن الفكرة يجب أن تفهم الفكرة حتى تستطيع تتبع الفولتية. لدينا 27 فولت قادمة من الباور سبلاي إلى إي سي الفيرتيكا. بعد ما الإي سي الفيرتيكا تتوجه إلى الملف، إلى هذا الملف، يعني بعد أن تقوم بالدخول إلى السلكين ستقوم بتوسيع الشاشة أو الصورة. سنعتبر الصورة هي بمثابة نقطة وسط الشاشة. جيد جدا، إذا بعد وصول 27 فولت إلى الملف هنا، فهي تخلق يعني انحرافا أو انحيازا للألوان. طبعا هذا سنمر إليه في الفيديوهات القادمة، طريقة انحياز الألوان وما إلى ذلك، لكن ستفهم أولا كيف نمر من وضعية النقطة إلى وضعية الصورة الكاملة. الآن حتى لا أعيد الكلام عدة مرات، الآن ليست لدينا كتابة على الشاشة لأننا لم نوصل هذه الأسلاك. الكتابة تأتي من هنا، وأيضا الفتيل يوجد هنا، يعني الصورة سواء بيضاء أو خضراء أو زرقاء أو كتابة أو صورة معينة ليست لدينا لأننا لم نوصل هذه الأسلاك، يعني يجب إيصالها حتى تعطينا الصورة. هنا نتحكم في حجم الصورة، لكن في هذا الشرح ليست لنا صورة، فقط لدينا نقطة سنقوم بتوسيعها. إذا بعد ربط الفيرتيكال بهذا، إذا بعد ربط إي سي الفيرتيكال بهذا الملف سيقوم بتوسيع الصورة أو تمديد هذه النقطة في هذين الاتجاهين، بمعنى ستصبح عبارة عن خط
يعني سيقوم بتمديدها وتصبح عبارة عن خط عمودي في الشاشة من الأسفل إلى أعلى. بعد توصيل يعني الباور سبلاي مع اي سي الفيرتيكال واي سي الفيرتيكال مع الملف، يعني سيعطينا خط عمودي من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. جيد، إذن هو قد يعني وضع ضغطا على هذا السلك النحاسي، ما أجبر هذه النقطة على التوسع، وذلك عبر وضع واحد يعني انحراف للقاذف لوضع الألوان بشكل متفرق لتصبح ممتددا من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل، لكن فقط في شكل خط ليست صورة كاملة. جيد، إلى الآن الموضوع سهل جدا. نمر الآن إلى الوضعية الثانية وهي دارة الضغط العالي. دارة الضغط العالي هي أيضا لديها مقبسين يعني يمران إلى هذا المقبس ذو الأربع أرجل، مقبسين أو يعني سلكين قادمين من دارة الضغط العالي، وهذين يعني السلكين أحدهما دائما ستجده في اللون الأحمر وهو يحمل فولتية عالية جدا تفوق 120 فولت. جيد، بعد ربط 120 فولت من السلك يعني من كما ترون هنا، هاي هنا بقايا سلك أحمر، يعني بعد ربط السلك الأحمر يعني والسلك المجاور له واللذان يحملان حوالي 120 فولت بالمقبس الموالي لدارة الضغط العالي، هي أيضا تضع انحيازا للشاشة في اتجاه اليمين واتجاه اليسار، ما يعطي اتساعا للشاشة في اتجاهين معا، سواء نحو اليسار أو نحو اليمين. يعني بعد أن تكون دارة الضغط العالي في صحة جيدة وتعمل بشكل جيد، ويكون اي سي الفيرتيكال بصحة جيدة ويعمل بكامل قدراته، ستعطينا شاشة كاملة. ولكن ركز معي، ليست لنا صورة بعد لأننا لم نوصل أي صورة مع الشاشة، بما أن هنا تسمى نقطة الـ RGB. RGB R تعني Red و G تعني Green و B تعني Blue أي أزرق، وهي كلمات باللغة الإنجليزية. إذن هذه الألوان الأساسية لم نصلها بالبوردة، بمعنى ليست لدينا صورة نهائيا، لكن لدينا كفر، ما يسمى بالكفر أو ب يعني كما لو نسميها شاشة فارغة، بمعنى لدينا شاشة مضاءة لكنها فارغة من الكتابة. الآن سنمر إلى هذه النقطة، وقبل شرح هذه النقطة هنا قمنا بتوسيع النقطة التي افترضنا أنها تظهر. هنا لا تظهر نقطة، لكن نحن افترضنا أنها تظهر حتى نعلم ما الذي تقوم به هذه يعني الدارتين في الصورة التي تسلط على هذه النقطة. إذن تابع معي.